إشادة فرنسية بنضال الرئيس السيسي من أجل السلام ومكافحة التعصب. وزير الخارجية يدعو أمام مجلس حقوق الإنسان للعمل على التصدي للإرهاب ومموليه. مدبولي يستقبل نائب رئيس البرلمان الألماني ويشيد بحجم التعاون بين البلدين. انتصف ليل القاهرة. هذا موجز لأهم الأنباء يأتيكم دوما من إكسترا نيوز. أسعدتم أوقاتا. أكد موقع إخباري فرنسي أن نضال الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل السلام ومكافحة التعصب أكسبه دعم المصريين. وقال موقع لا دبلوماسي أن العمل الذي يقوم به الرئيس السيسي باعث للاطمئنان ويتيح لمصر أن تنمو في ظل التعددية الدينية والوحدة الوطنية. أوضح الموقع الفرنسي أن مصر أحرزت تقدما حاسما لصالح الحرية والتعددية الدينية، مشيرا إلى الانفتتاح المتزامن لدورين كبيرين للعبادة في مطلع يناير الماضي بالعاصمة الإدارية، وهما مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح. قال وزير الخارجية سامح شكري إن ما شهدته المنطقة من حالات انهيار للدولة الوطنية مع صعود لبعض الجماعات المسلحة والإرهابية تحت شعارات خادعة يستوجب الوقوف طويلا بالتدقيق والتحليل لما أسفرت عنه تلك الحالات من تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار الدوليين. ودعا شكري خلال إلقائه البيان المصري أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، دعا إلى العمل للخروج من تلك الحلقة المفرغة بالتصدي للإرهاب وداعميه ومموليه بالتوازي مع تعزيز واحترام حقوق الإنسان ونشر ثقافة التعايش والتسامح وقبول الآخر. أشاد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بحجم التعاون بين مصر وألمانيا والذي يأتي انعكاسا للعلاقات المتميزة التي تربط القيادتين السياسيتين في البلدين. وخلال استقباله نائب رئيس البرلمان الألماني توماس أوبرمان والوفد المرافق له، أكد مدبولي أن هناك مجالات جديدة واعدة يمكن تدشين تعاون بشأنها للبناء على نتائج اللقاءات المهمة التي عقدها الرئيس السيسي مع الشركات الألمانية على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن. وقد أشاد نائب رئيس البرلمان الألماني بالتنظيم المتميز للقمة العربية الأوروبية التي استضافتها شرم الشيخ مؤخرا. دشنت وزيرة الصحة هالة زايد أول مستشفى عائم من محافظة أسوان، وذلك لتقديم الخدمة الطبية بالمجان للأطفال والأمهات. ووجهت الوزيرة باستمرار عمل المستشفى العائم حتى نهاية فعاليات ملتقى الشباب العربي الإفريقي بأسوان، مضيفة أن المستشفى يعد دليلا على تكامل المجتمع المدني مع خطط الدولة لخدمة المواطن المصري. عقد وزير الاتصالات عمرو طلعت عدة اجتماعات على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة، حيث اجتمع مع مسؤولي إحدى الشركات العالمية لبحث التعاون في تصنيع الحاسبات اللوحية وتعميق التصنيع المحلي. كما ناقش مع الرئيس التنفيذي لمجموعة فلكسترون العالمية التوسع في أعمال الشركة في مصر، إضافة إلى لقائه رئيس شركة عالمية أخرى لبحث إنشاء مركز لنقل المعرفة الرقمية في مصر لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي. كما ناقش الوزير مع وفد إحدى كبريات الشركات فرص استثمار الشركة في مصر بمجال تصنيع الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة. كالمعتاد بإمكانكم متابعة المزيد من الأخبار والتقارير من خلال الموقع الإلكتروني extranews.tv. إلى الملتقى بإذن الله.